لا أجر نبغي لا وسام لا صدى، هي خطوة هي خبرة ورفاق، صارت تطوى واية ووسيلة، ولأجله عزم لنا دفاق. تمام، إن شاء الله النهاردة هتبقى محاضرة رقم 8، وهتبقى آخر محاضرة في القوى، وهنبدأ إن شاء الله من المرة الجاية شغلنا في اللايت كارنت. المحاضرة بتاع النهاردة مش هنطول فيها، هتبقى محاضرة خفيفة. هنتكلم فيها عن السنجل لاين دايجرام، وعن اللود بن سكادول، وهنتكلم فيها كمان عن برنامج الإيتاب. تمام، زي ما اتكلمنا المره اللي فاتت، ازاي نحدد السيركت بريكر، وازاي نحدد الكابل بتاعي، وازاي احسب حسابات الفولتج دروب، واحسب حسابات الشورت سيركت. وبالتالي بعد كده هنبدا نعمل السنجل لاين دايجرام. السنجل لاين دايجرام هو عباره عن حاجه بالشكل ده، بكتب فوق هنا الكابل بتاعي مثلا، اللي هو دي السنجل لاين دايجرام، ده بيعبر لي عن اللوحه بتاعتي، يعني مكونات اللوحه بتاعتي اللي هتغذي لي الاحمال. احنا لما اتكلمنا قبل كده عن مثلا عملنا ديزاين مثلا وليكن الاناره، نشوف مثلا كده اي لوحه خاصه بالموضوع ده. مثلا هنشوف اي لوحة كده خاصة بموضوع الانهارة مثلا على سبيل المثال. لما كنت باجي احدد انا عندي مثلا وليكن دي ده اللاين بتاعي، كنت بقول مثلا وليكن لاين او سيركت نمبر 9 مثلا على اللوحة اسمها LB-GR1، وكنت بعمل الكلام ده في كل الايه، في كل الجزء بتاع المبنى، او الجزء اللي انا هعمله على اللوحه مثلا بتاع الدور الجراوند، او اللوحه مثلا بتاع الدور الارضي، ايا كان بتاع الدور مثلا بيزمنت او الدور الاول، ايا كان الدور اللي عندي. فكنت بجمع عليه ليه زي ما احنا شفنا في تصميم الاناره، بكتب مثلا لاين واحد على مثلا وليكن LB-GR1، مثلا رقم 2 على LB-GR2، وهكذا. المفروض ان الكلام ده اللينيات اللي عندي دي هي اللي تعمل، هي اللي بتجي بتحدد لي السنجل لاين دايجرام اللي عندي. يعني مثلا وليكن دي كانت لاين واحد، لاين واحد ده كانت لينية اناره مثلا، بكتب المفتاح بتاعي هنا كده مثلا، وليكن المفتاح بتاعي مثلا 16 امبير مثلا MCB اللي هو مينيتشر سيركت بريكر. تمام، وهكذا ببدا اكتب مثلا ده كان لاين واحد، ده لاين اتنين، ده لاين تلاته، وهكذا. باجي اشوف اجمع الاحمال بتاع اللوحه دي، وابدا احدد السيركت بريكر الرئيسي مثلا. عرفنا ازاي بنحدد طبعا السيركت بريكر من المحاضره اللي فاتت، فبحدد كده السيركت بريكر الرئيسي بتاع اللوحه بتاعتي مثلا وليكن هنا كده. وانا السيركت بريكر الرئيسي هنا هيبقى MCCB، يعني مولد كيس سيركت بريكر، المينيتشر سيركت بريكر بتبقى في الفرعيات، وال المولد كيس سيركت بريكر بيبقى في العموميات. تمام، وباجي كمان احط ايه، كمان احط الكابل بتاعي مثلا، وليكن الكابل اللي مغذي اللوحه دي، وعرفت طبعا برضو هحسب الكابل بتاعي ازاي من المره اللي فاتت، عن طريق ان انا هجمع اللودز دي، وابدا من خلالها اجيب الايه، اجيب الكرنت اللود كرنت، وبعدين اجيب الكرنت بتاع الكيبل اللي عندي، وابدا احدده من الكتالوج. فمثلا هكتب مثلا وليكن الكابل بتاعي مثلا 4 في 16
زائد 16 كبر مثلا بي في سي على البي في سي. تمام كده، يبقى انا حددت الكابل الايه الرئيسي بتاع اللوحه اللي عندي. يبقى انا هكتب الكابل الرئيسي اللي عندي، وهنا هكتب المفتاح الرئيسي بتاع اللوحه، وهنا المفاتيح الفرعيه. هيتبقى عندي حاجه تانية اسمها السبيس والسبير، فهعمل هنا ده كده بيبقى سبيس سبير، وهنا ده كده هيبقى السبيس. ايه السبيس وايه السبير؟ السبير مفتاح بحطه في اللوحة ما بوصلش عليه اي خروجات، او ما بيتوصلش عليه لينيا. المفتاح ده بس بيبقى موجود لو احتجت ان انا ازود لاين تاني ممكن ازوده عليه، او لو في عندي مفتاح بايظ من المفاتيح التانية ممكن اروح موصل الكابل بتاعي او اوصل اللاين بتاعي على الايه على المفتاح ده، فده بيبقى سبير. السبيس معناها ان الراجل لما بيجي يصنع لي اللوحه بيروح عامل في الجزء المرايه بتاع اللوحه، بيروح حاطط لي مكان مفتاح، يعني ينفع اركب اجيب مفتاح اركبه في المكان ده بس جزء فاضي مفتوح ينفع اركب فيه مفتاح بس مش موجود فيه مفتاح. تمام، فالسبير بيبقى عاده بيبقى 20% من قيمه من المفاتيح الموجوده دي. يعني لو عندي دول مفتاحين يبقى انا هحط هنا مفتاح، ولو عندي مثلا هنا 10 مفاتيح يبقى احط هنا مفتاحين. والسبيس ممكن احطه 10%، ممكن احطه برضو 20%، وممكن اخلي السبير ده 25% وده يبقى 10%. بس السائد والاغلب العام ان انا هحط هنا السبير ده 20% والسبيس ده 10%. تمام، وده الايه ده السنجل لاين دايجرام. تمام، ده كده السنجل لاين دايجرام، ازاي احدد السنجل لاين دايجرام. طبعا بكتب هنا تحت برضو عشان ما انساش، بكتب في السنجل لاين دايجرام دي مثلا ده كابل رايح للوحه الفلانيه، يعني لو دي مثلا لوحه مش كابل، يعني لو ده مش لينيا، لو ده رايح للوحه تانية ببدا اكتب هنا الكابل ده رايح للوحه لوحه اسمها ايه مثلا، وليكن دي لوحه كانت رئيسيه رايحه مثلا ال بي داش جي ار 2 مثلا، فمعناها ان الكابل ده هيغذي اللوحه اسمها ال بي داش جي ار 2، واروح كاتب هنا كده الايه الكابل بتاعي اللي موجود نفس الموضوع، وليكن مثلا كابل مثلا ايا كان نوع الكابل اللي عندي مثلا وليكن مثلا 4×10 زائد 10، ده وليكن الايه الكابل بتاعي. تمام، ببدأ اكتبه طبعا كده احطه ليه الجزء ايه هحطه هنا بالطول كده في الجزء ده، وهكذا في الايه في الحاجات دي. السيركت بريكر، في حد بيسالني ازاي احسب السيركت بريكر. السيركت بريكر حضرتك هتتابع المحاضره اللي فاتت هتلاقي فيها بالتفصيل ازاي احسب السيركت بريكر. يبقى احنا كده عملنا الايه عملنا السنجل لاين دايجرام بتاع اللوحه بتاعتي اللي ممكن من خلاله اصنع اللوحه، او ممكن من خلاله ابقى عارف الرايزر بتاع المبنى بتاعي معمول ازاي. طبعا لو انا عندي لوحه رئيسيه، اللوحه الرئيسيه دي بتدي لوحات فرعيه تانية ولوحات او لوحات صب مين، ولوحات صب مين بتدي لوحات فرعيه، فهيبقى برضو الموضوع نفس الموضوع. عندي ترانسفورمر مثلا ممكن نشوف برضو رايزر يكون بنفس الطريقه دي.
حاجة مثلا زي كده، عندي ده مثلا وليكن ترانسفورمر مدي للوحة، وبعدين اللوحة دي مدية لوحات فرعية تانية مثلا وليكن بالشكل ده، واللوحات دي مدية لإيه؟ مدية لوحات بعد كده. فأنا بشوف على حسب تقسيمة المبنى بتاعي، مثلا وليكن مبنى عندي مكون مثلا من 3 أدوار، في عندي الدور الجراوند والدور الفيرست والدور مثلا وليكن السكند، فأنا هحط اللوحة الرئيسية، في عندي ترانسفورمر، هاخد من الترانسفورمر هدي للوحة مثلا رئيسية، اللوحة الرئيسية دي هتدي لوحات مثلا الباور في الدور الجراوند، ولوحات الباور في الدور مثلا الفيرست، ولوحات الباور مثلا في الدور مثلا الدور مثلا السكند. فهيبقى عندي في كل دور مثلا في لوحة رئيسية هتبدأ تغذي اللوحات الفرعية، وعندي لوحة اللي هي المين بتاع المبنى كله. فبالتالي هبدأ أشوف الأحمال بتاعتي تدريجيا، من أول لوحة مثلا اللايتنج ولوحة الباور، وأشوف الأحمال بتاعة اللايتنج والباور والتكييف، كل حاجة من دول ليها لوحة، أشوف الأحمال بتاعتها وأبدأ على أساسهم أجمع الأحمال دي، زي ما هنشوف في الفلوت بالانس كادوال، أجمع الأحمال دي تبدأ تديني اللوحة الرئيسية، وهكذا الدور التاني نفس الموضوع، والدور التالت نفس الموضوع. ده باختصار السنجل لاين دايجرام. طب نيجي للود بالانس سكادول. اللود بالانس سكادول ليه اكتر من ليه اكتر من فورم. هنلاقي مثلا في مثلا فورم مثلا زي دي، مثلا فورم الاي سي جي، وفي فورم مثلا لشاكر، وفي فورم كتير، وفي فورم تانية المكاتب تانية ممكن نشتغل بيها. عندي مثلا وليكن هاخد الفورم ده، الفورم ده في الاول اول حاجة هنتكلم عليها، سيبنا من الداتا اللي فوق دي دلوقتي. كنت بتكلم في الاول ان انا عندي وليكن اللاين واحد على الريد، هاخد مثلا دي افضل، لاين واحد مثلا على ريد، تمام. المفتاح بتاعه 16 امبير، زي ما احنا اتكلمنا في موضوع الانارة وقلنا ان الانارة بيبقى المفتاح بتاعها 16 امبير، والواير بتاعها 3 ملي، والقرص اللي معاها 3 ملي، دي لينية لايتنج. هنا بقى مقسم الجزء اللي عندي ده مثلا، مقسمه للايتنج حاجات خاصة بالباور، يعني حاجات خاصة باللايتنج وحاجات خاصة بالباور. فده الجزء الخاص باللايتنج، ده عبارة عن لايتنج. الجزء هنا ده مثلا السنجل سوكت والدوبلكس سوكت والباور سوكت والثري فيس سوكت، وبعد كده الفانات والهاند دراير والالكتريكال ووتر هيتر، وعندي الووتر بامب، وعندي الاير كونديشن سواء كان سبليت او كان ويندو او كان فان كويل. بعد كده بيديني الباور كل واحدة من دول، يعني لو انا عندي مثلا هنا وليكن مثلا عندي 5 كشافات او 4 كشافات، الكشاف فيهم مثلا 18 واط، يعني معناها ان ده احطه كام؟ 18 من 100 كيلو واط، وده معمول على الريد، لان اللينيا اللي عندي دي لينيا رقم واحد على الريد اهي. فهتبقى ده هضرب الاربعه دي في القيمه دي اللي هي قيمه الكشاف اللي عندي، في هيديني القيمه اللي هي عندي اللي هي بالكيلو وات اللي هي على الريد اللي هنا دي في اللينيا دي. بعدين هشوف اللينيا التانيه نفس الموضوع وهجيب القيمه بتاعتها، واللينيا التالته، وهكذا. في الاخر ابدا اجمع ايه؟ هبدا اجمع عندي التوتال اللي على الريد، والتوتال اللي على اليلو، والتوتال اللي على البلو، تمام. نيجي بعد كده في حاجه اسمها الكونكتد لود والديماند لود. بقول ان انا عندي اللود بان سكادول بتبقى في ليها اكتر من فورم، وليكن هناخد على سبيل المثال الفورم اللي عندي دي، كنا نسيبنا من الجزء اللي فوق ده دلوقتي هنقوله بعدين. المهم ان انا عندي اللاينز اللي عندي او اللينيات اللي عندي، لينيا رقم 1 و2 و3 و4 وهكذا مثلا لغايه 32. فانا بمشي ازاي؟ لينيا رقم 1 على الريد، لينيا رقم 2 على اليلو، لينيا رقم 3 على البلو، لينيا رقم 4 على الريد، لينيا رقم 5 على اليلو، لينيا رقم 6 على البلو، وهكذا، تمام.
فلينيا رقم واحد مثلا على ريد واحد، يعني الريد اللي على لينيا واحد، تمام؟ دي مثلا وليكن لينية لايتنج، المفتاح بتاعها زي ما احنا كنا عارفين 16 امبير، والواير بتاعها 3 مللي، والقرص برضو بتاعه 3 مللي، تمام؟ مقسم لي بقى الجزء اللي عندي ده لأكتر من حاجة، في الجزء بتاع اللايتنج، وفي الجزء بتاع السوكت، وجزء بتاع الهاند دراير والالكتريكال ووتر هيتر اللي هو الجزء الخاص بالتسخين، وفي جزء الخاص بالاير كونديشن، تمام؟ فالجزء الخاص باللايتنج مثلا وليكن انا عندي 4 كشافات، ال4 كشافات اللي عندي دول هشوف هنا الباور بتاع الكشاف مثلا وليكن كان 100 واط، فده عبارة عن 0.1 كيلو واط، ده الافرج لود بتاع الايه بتاع الكشافات دي، يعني الكشافات دي زي بعضها خلاص هتبقى ده الايه اللود اللي انا بضرب فيه بتاع الكشاف الواحد. ولو كانت الكشافات دي مختلفة هيبقى ده عبارة عن الافرج بتاع الايه بتاع الكشافات اللي عندي دي. يعني عندي 4 كشافات مثلا وليكن واحد كشاف مثلا قال مثلا 100 واط، وكشاف مثلا وليكن 150، و مثلا اتنين كمان مثلا كل واحد 100 واط، يبقى انا هجمع 100 زائد 100 زائد 100 زائد 150 واقسمهم على الاربعة، هيديني الايه هيديني الافرج وات اللي انا بضرب فيه هنا، فهضرب 4 في الافرج وات، ده هيديني الايه هيديني التوتال كونكتد لود على الايه على اللاين اللي عندي ده، او على اللين اللي عندي دي. هاجي لاين رقم 2 او لينيا رقم 2، نفس الموضوع، عندي مثلا هنا 15 كشاف، نفس الموضوع هضربها هيديني قيمة الايه الباور على اللينيا دي، وهكذا ابدأ اعمل في كل ده. طب لو انا عندي سوكت، انا هنا عندي المفروض يبقى في لين في لوحة لايتنج ولوحة باور ولوحة اير كونديشن. لو انا افترض عندي كان مبنى صغير وكان في عندي كل الحاجات دي مع بعضها، يبقى انا هبدأ اشوف اللاين ده مثلا وليكن كان سوكت، يبقى احط عدد السوكت بتاعتي، ونفس الموضوع ابدأ اشوف الباور بتاعها قد ايه بنفس الايه بنفس الطريقه، تمام. هاجي في الاخر هجمع التوتال لود على الريد، توتال لود على اليلو، توتال لود على البلو، هيديني التوتال لود على الايه على اللوحه كلها. بس هلاحظ ان انا عندي هنا عندي في احمال اللايتنج هنا موجوده لوحدها كتوتال كونكتد لود، يعني انا في عندي جدول الصغير اللي تحت ده فيه توتال كونكتد لود، وفي عندي الديماند لود، وفي عندي الديماند فاكتور. هنقول يعني ايه الكلام ده دلوقتي. انا عندي في حاجه اسمها كونكتد لود، وفي حاجه اسمها الديماند لود. ايه هو الكونكتد لود؟ لو انا عندي اوضه مثلا فيها اربع سوكت او 4 برايز، تمام، فانا عندي الكونكتد لود اللي هم كام؟ 4 برايز. ال4 برايز احنا قلنا حمل البريزه 250 واط، 250 فولت امبير، تمام. فال 250 فولت امبير يبقى انا ال4 برايز دول هيدوني كام؟ هيدوني 1000 فولت امبير او 1 كيلو فولت امبير. طيب لو انا بشغل من ال3 برايز دول هشغل منهم 2 بس، يبقى انا معناها ان الديماند لود بتاعي كام؟ 500 فولت امبير. يعني معناها ان الديماند فاكتور بتاعي كام؟ اللي هو نص الكونكتد لود اللي عندي، اللي هو كام؟ اللي هو 0.5 او 5 من 10 او نص السوكت دي، تمام. فده الديماند لود والديماند والكونكتد لود والديماند فاكتور. يبقى انا عندي الكونكتد لود كل الاحمال اللي عندي بالقيم بتاعتها بالظبط، تجميع بتاعت القيم بتاعت الاحمال دي كلها مع بعضها، ده بيسموه كونكتد لود. نسبة اللي شغال منها هو ده الديماند لود، تمام. طيب الديماند فاكتور هو القيمة اللي انا بضربها، اللي هي مثلا وليكن شغال من السوكت اللي عندي دي 80% منها، يبقى ال 80% دي اللي هي الديماند فاكتور، تمام، او 50%، يبقى 50% دي هي الديماند فاكتور، تمام. طيب بحسب الكلام ده ازاي؟ في الكود المصري في طريقة بتتحسب بيها، وفي طريقة هنا بنحسبها بيها زي الاي اي سي.
وممكن انا لو انا هعمل انا شغل، يعني انا مقتنع ان لو انا عايز اعمل احدد الديماند لود اللي عندي او الديماند فاكتور اللي عندي، انا اكتر واحد يقدر يحدد الكلام ده. ليه؟ انا عارف استخدامات المبنى ايه، وعارف الديزاين بتاعي انا مزود فيه مثلا لايتنج او مزود فيه سوكت ولا لا. فبالتالي انا اكتر واحد اقدر احدد الكلام ده ازاي. لو انا عندي مثلا مبنى انا مزود فيه سوكت كتير جدا، وانا عارف ان السوكت دي مش هتستغل، بس انا حاططها عشان ربما الاماكن تختلف، ان ممكن يكون مكتب موجود هنا او مكتب موجود هنا او موجود هنا، بس مش كل الحاجات دي هتبقى مشغولة مع بعضها، فممكن اخليه مثلا بالنسبة للسوكت مثلا 50%، تمام. لكن في الاي اي سي هنا الموضوع بيبقى مختلف، فبيقسمها لاربعة كاتيجوري زي ما احنا شايفين. عندي اللايتنج زي ما احنا شايفين في الجدول ده، ده اللايتنج، وعندي الباور، وعندي الهيتنج، وعندي الاير كونديشن زي ما هو كان مقسمها هنا. واحنا قلنا من شويه ان هو هنجمع احمال كل حاجه لوحدها، فعندي اللايتنج هيجمع الاحمال دي كلها مع بعضها، وعندي الباور هيجمعها كلها مع بعضها، والهيتنج نفس الموضوع، الاير كونديشن نفس الموضوع. فهيجي اول 100 كيلو من اللايتنج هيضربهم في واحد، وال 200 كيلو التانيين هيضربهم في واحد، والباقي هيضربه في 19. بمعنى لو انا عندي مثلا حمل اللايتنج كان مثلا كان 400 مثلا، وليكن مثلا 400 كيلو وات، فانا اول 100 ضربتهم في كام؟ في واحد، بقى عندي 100. تاني 200 ضربتهم في كام؟ ضربتهم في واحد، بقى عندي كده 300. جمعت 300 هيتبقى من 400 كام؟ هيتبقى من 400 100، هضربهم في 9 من 10 يبقى عندي 90. يبقى بدل الكونكتد لود كان عندي كام؟ كان عندي 400، هكتب هنا 400 دي الكونكتد لود. الديماند لود هيبقى عندي كام؟ هيبقى عندي 390. الديماند فاكتور هيبقى عباره عن ايه؟ يعني لو انا كتبت ده كان عندي كام؟ ده 400، تمام، وده 390، تمام. الديماند فاكتور هنا عباره عن ايه بقى؟ التوتال عباره عن الديماند لود على الايه؟ على الكونكتد لود. يعني قلت ده هيساوي الديماند لود على الكونكتد لود، هيديني حوالي كام؟ 0.975. ده الايه؟ ده الديماند فاكتور. نفس الموضوع في الباور، ونفس الموضوع في الهيتنج، ونفس الموضوع في الايه؟ في الاير كونديشن. بعد كده ببدأ اجمع كل اللوس اللي عندي بتاع اللايتنج والباور والهيتنج، لو كان اللوحه موجود فيها لايتنج وباور وهيتنج واير كونديشن، ولو كان موجود فيها لايتنج بس، خلاص ببدأ اجمع الايه؟ اللايتنج اللي عندي ده الكونكتد لود، وبعدين في عندي هنا الديماند لود بجمعه، وبعدين الديماند فاكتور بقى التوتال اللي هو بيبقى الديماند لود على الكونكتد لود اللي عندي ده. يبقى انا كده جبت الايه؟ جبت الديماند فاكتور اللي عندي. طيب اللي يهمني في الموضوع ده كله ايه؟ اللي يهمني في الموضوع ده اللي هو الديماند لود. الديماند لود ده وليكن مثلا عندي اللي هو كان مثلا 32، اللي عندي هنا ده كده 32، ابدا اجيب منه الايه؟ هبدأ اجيب منه الكيبل زي ما احنا اتعلمنا المره اللي فاتت ازاي نجيب الكيبل. بقى عندي هنا اللود اللي هو الديماند لود زي ما اتعلمنا المره اللي فاتت، ان انا عندي بجيب الاي لود من بقول الباور، او لو كانت عندي الاس اللي هي الفولت امبير على جذر 3 في 380 في 8 من 10 لو عندي باور، وهشيل 8 من 10 لو الاس لو الاس اللي موجود او الفولت امبير اللي موجود، هيديني الاي لود. بعد ما جبت الاي لود هبدا اجيب منه الاي سيركت بريكر، هضرب في 1.25 واجيب السيركت بريكر، وبعدين اضرب 1.25 واجيب الايه؟ الكيبل. فكده عرفت احدد الايه؟ احدد الكيبل، وعرفت احدد كمان الايه؟ الريتد سيركت بريكر اللي هو السيركت بريكر الرئيسي اللي عندي، اللي هو مثلا وليكن هنا 80 امبير. طيب عندي هنا طبعا السيركت بريكر ده الفولت بتاعه 380 على 220. في عندي بعد كده حاجه اسمها الكيلو امبير سيمتريكال والكيلو امبير بيك. الكيلو امبير سيمتريكال اللي هو الشورت سيركت، الكيلو امبير بيك ده هنتعرض ليه وهنشرحه بالتفصيل لما نتكلم على لما نتكلم في الايتاب اللي هو البيك ده، وهنخلي الايتاب يحدده لنا. بعدين هك اشوف الايه لو كان عندي اللوحه اللي عندي دي كانت موجوده داخل المبنى هتبقى اي بي 43، ولو كانت موجوده خارج المبنى هتبقى اي بي 54. بعد كده في عنده لو تلاحظوا في هنا نوتس موجوده في الجزء ده، النوتس دي ليها ارقام وارقامها موجوده هنا، زي مثلا وليكن ان اللينيا دي مثلا هتبقى ام سي سي بي
required او هتبقى معاها earth fault او هتبقى متوصله بالبي ام اس، وببدا اكتب النوتس بتاعتي هنا، او ممكن اخليها نجمه وابدا اكتبها تحت هنا ان دي مثلا تعني ان هي متوصله مثلا على البي ام اس، او هتبقى موجود معاها كونتاكتور وبوش بوتون بحيث ان انا مش هشغلها بمفتاح، هشغلها ببوش بوتون. تمام، فعلى حسب انا عايز اعمل فيها ايه. تمام، بالتالي بعد كده بكتب بقى اسم اللوحة، والكابل بتاعي ده اسمه اللي هو عبارة عن جاي منين ورايح فين، بيسموه الفيدر نمبر. فيدر نمبر اللي هو مثلا وليكن البانل نيم دي اللي بي داش اللي بي جي داش بي 1، يعني مثلا دي لوحة لايتنج بانل واخدة من اللي بي جي اللي هي لوحة لايتنج مين مثلا بتاع المكان ده، في مثلا البارت بي مثلا او في البيزمنت. ده دي اللوحه، واخده من لوحه رئيسيه اسمها دي بي ال بي جي داش بي، والكابل الكيبل نمبر اسمه اف ال بي داش ال بي جي داش بي 1 اللي هو اسم اللوحه، بس مكتوب قدامه هو فيدر، ده فيدر باسم اللوحه، يعني هو رايح للوحه الفلانيه. تمام، طب دي بتهم بقى في ايه؟ يعني اللود بالانس سكيدول دي مهمه في ايه؟ اللود بالانس سكيدول دي مهمه في حاجات كتير، منها ايه؟ منها ان هو لما بيجي يصنع اللوحه هياخد اللوحه دي بالظبط، هيحط لي المفاتيح بنفس الطريقه اللي انا حاططها في الايه، في اللود بالانس سكيدول دي، يعني هيصنع اللوحه في المصنع على اساس الارقام اللي انا مديها له عندي دي. يعني هيجيبها مثلا وليكن في اللوحه دي 32 مفتاح او هنا طبعا في عندي سبيس، هنا ده سبيس وده سبيس وده سبير وده سبير، ده مثلا دي 32 هيبقى فيهم 2 سبير وفيهم 2 سبيس، واللينيات اللي عندي هتبقى 28 مفتاح، منهم مثلا هنا ده مفتاح ثلاثي لان ده واخد ريد ويل وبلو اهم مع بعض. اللينيات اللي عندي دي او المفاتيح اللي عندي دي كلها 16 امبير. تمام، المفاتيح 16 امبير دي المفتاح الرئيسي بتاعهم هيبقى 80 امبير، ده طبعا خطا، مثلا ده 10 كيلو اللي هو الشورت سيركت بتاعه 10 كيلو، ده مثلا البي ده مثلا وليكن 20 كيلو. تمام، واللوحه دي موجوده في مبنى اسمه مثلا وليكن ليجر بول او ايا كان نوع المبنى اللي موجوده فيه. طبعا في اشكال تانيه من اللود بالان سكادوال هنشوف مثلا شكل تاني. ده شكل لود بالانس سكادول، نفس الموضوع عندي لاين واحد ولاين اتنين ولاين تلاتة وهكذا. دي اللاينز اللي عندي، دي التايب بتاع اللاين ده مثلا وليكن ده سوكت، وليكن مثلا الواير بتاعها 3 مللي او 4 مللي. طبعا احنا عارفين هنا السوكت هنا بتبقى 4 مللي مش 3 مللي، بس ده يعني موجود في حاجه خاصه شويه ف معموله هنا 3 مللي او 4 مللي ايا كان، بس انا عندي السوكت طبعا اللي احنا بنتعامل بيه بتبقى 4 مللي. نوع الواير بتاعي كفر على البي في سي، والمفتاح بتاعي اللي على اللينيا ده هو مفتاح ثنائي يعني سنجل بول، والامبير بتاعه 16 امبير، وده الحمل بتاعها على الريد. ده طبعا رقم واحد، ورقم اتنين على اليلو، ورقم ثلاثة على البلو، هكذا بنفس الطريقة اللي هي موجودة في اللود بالانس سكادول اللي فاتت. هيجمع بعد كده اللي على الريد هنا واللي على اليلو هنا واللي على البلو، نفس الموضوع هيجمع برضو اللي على الريد واليلو والبلو هنا برضو. بعد كده يجمع التوتال بتاعهم، بقى عنده توتال كونكتد لود، وهيبدا برضو اللايتنج والسوكت والاتش فاك ولو في عندي حاجه تانية غير الكلام ده، وهيحط الديماند لود ليهم، الديماند فاكتور، ويحدد منه الديماند لود. هيجيب بعد كده التوتال ايه، التوتال ديماند لود اللي هو هيجيب على اساسه الايه، هيجيب على اساسه الـ الكابل الرئيسي والمفتاح الرئيسي بتاعه، وطبعا برضو هنا اسم اللوحه والمكان بتاع اللوحه والفيدر
نيم برضو للوحة، وهيحدد الايه الشورت سيركت اللي احنا حسبناه المرة اللي فاتت، وهنبرضو هنحدده المرة دي عن طريق برنامج الايتاب. بعد كده الويس بتاع اللوحة او المخارج بتاعتها بتاعت اللوحة، عندي هنا مثلا كام اللوحة دي كام 66، كانها 66 واي او 66 مخرج او 66 مفتاح يعني او 66 واي. تمام، نفس الموضوع برضو لو قلت لو انا عندي مثلا في نوتس معينة، برضو ممكن اعمل هنا نجمة وابدأ اكتب مثلا هنا في الجزء ده مثلا النوتس اللي عندي ان هي متوصلة على البي ام اس، او انها مثلا فيها كونتاكتور وبوش بوتون، على حسب اللي عندي ايه. فدي نوع تاني من او فورم تانية من فورمس اللود بانل سكادول. بعد كده ندخل على برنامج الايتاب. في سؤال الاول قبل ما ابدأ في برنامج الايتاب، برنامج الايتاب اول ما بنزله هديكوا السورس بتاعه، هنزل اللينك بتاع السورس بتاعه وهقول لكم ازاي تعملوا الكراك بتاعه، عشان الكراك بتاعه شويه صعب. بعد ما بسطبه واعمل له كراك، في عندي كده برنامج الايتاب كده ظهر قدامك ويندو، المفروض ده برنامج الايتاب. ظهرت ولا لسه؟ مش هنسين الويندو او البرنامج الايتاب ظهر عندكم ولا لسه؟ تمام. طيب برنامج الايتاب اول ما بشغله، لو انا اعمل له كراك او انا شريك ايا كان، بيبدا يظهر عندي بالشكل ده. تمام، هدخل هنا كده عشان اعمل نيو بروجكت، هسمي البروجكت اللي عندي ده مثلا وليكن اي حاجه، مثلا هسميه الضرير مثلا، وهخليه هنا في المتريك لو كان هو انجلش، خليه في اليونت هخليه متريك، واقول اوكي، اكتب اليوزر نيم واقول اوكي، هيظهر لي الشكل اللي عندي ده. دي الويندو اللي هتظهر لي في البدايه عندي. تمام، الويندو اللي عندي دي اول حاجه عندي هعملها، هعمل كليك على الجريد اللي عندي دي، هتظهر لي جريد بحيث ان انا لما اجي ارسم اعرف ارسم كويس او اعرف ارسم بشكل منظم. تمام، اول حاجه لازم احطها في برنامج الايتاب اللي هي الجريد او الشبكه اللي عندي. فهاجي هنا في عندي الجريد اللي هي عندي دي، احط اول حاجه الجريد او الشبكه اللي هتغذي لي السيستم بتاعي. بعدها لازم احط بص. تمام، ادي البص اللي بعدها. بعدين مثلا وليكن هنعمل حاجه صغيره كده وبعدين نبدا ايه نكبر فيها واحده واحده. بعد كده المفروض ان انا عندي الشبكه هتغذي لي ترانسفورمر. الترانسفورمر اللي عندي لازم يكون فيه قبله ايه، لازم يكون فيه قبله فيوز. ده الفيوز، بعدين احط ترانسفورمر، ادي ترانسفورمر. بعد كده المفروض احط سيركت بريكر، ادي لو فولت سيركت بريكر. تمام، وليكن دي اللوحه الرئيسيه بتاع ترانسفورمر، حط هنا الباص اللي هتاخد منه الايه اللي هاخد منه الكابلات. وطبعا الباص ده ممكن ايه، ممكن اكبره او اصغره بالشكل ده، يعني بعمل كليك عليه كده بيتحول لونه للون الاحمر، اول ما بقرب كده بيبدا يديني ايه السهم ده، ابدا ايه اصغره او اكبره. تمام، اجي بعد كده مثلا وليكن هدخل بقى بالفرعيات اللي عندي، فهاجي مثلا احط هنا سيركت بريكر برضو، ادي سيركت بريكر. بعدين من هنا كده احط كيبل. طبعا لازم الاحظ حاجه، ان انا لما بعمل كليك واحده وباجي بعمل هنا خلاص دي ايه ده كده انتهى. طب لو انا عايز يعني كل ما اعمل كليك يحط لي الكومبوننت اللي عندي، يبقى اعمل هنا ايه دبل كليك كده، يبدا احط هنا الايه ده ويبدا يحط لي واحده بعدها وهكذا. تمام، طيب انا حطيت سيركت بريكر والكيبل والباص اللي هياخد منه بعد كده اللوحه اللي هتودي اللوحه الفرعيه، ده الباص ده كانه اللوحه الفرعيه. بعد كده عايز احط لود على اللوحه دي، فهحط في عندي حاجه اسمها لامبد لود. لامبد لود ده معناها ايه؟ مش معناها ان هي احمال اناره، لامبد ده معناها مركبه، يعني احمال استاتيك واحمال دايناميك. طيب هاجي هنا اوصل، اول ما هقرب للنقطه دي كده هتتحول باللون ده، ابدا اشدها واروح موصلها هنا كده هتتوصل. الكيبل نفس الموضوع هوصله هنا كده، و سوري الفيوز هوصله بالطريقه دي، والفيوز هوصله بترانسفورمر بنفس الطريقه، والسيركت بريكر برضو نفس الموضوع وهكذا. في عندي هنا اوبشن تاني لو في حاجه مش متوصله عندي ممكن يبينها لي.
من هنا كده من فوق الجزء ده اللي هو تشيك سيركت كونتينيونسي، لو عملت عليه تشيك فلو في حاجه مش متوصله هتبدا ايه، تبقى لونها باهت كده، لو انا جيت وصلتها لونها هيتغير من اللون الباهت يبدا يظهر بالشكل ده. فدي بتبين ان انا لو في عندي حاجه مش متوصله بتبان عندي في الجزء ده. تمام، ممكن طبعا برضو ايه امد ده بالشكل ده كده. تمام بعدها ايه، ده كده شكل سنجل لاين دياجرام بسيط للشبكه بتاعتي. ابدا ادخل الداتا بتاعتي، اول حاجه هعمل كليك كده هنا على الجريد بتاعتي وهسميها وليكن هسميها اول سب ستيشن. مثلا وليكن سب ستيشن، وهدخل على السب ستيشن دي والريتنج بتاعها عباره عن 22، لان انا عندي في المودن الجديده بيبقى الفولت اللي انا بشتغل بيه 22، وفي المودن القديمه والارياف بتبقى حوالي 11. طبعا انا بتكلم على مصر. هدخل هنا على الشورت سيركت، هلاقي ان هي الجريد اللي عندي دي واقفه ثواني. تمام، انا عندي المفروض الميديم فولتج بيبقى دلتا مش ستار. بعد كده في عندي الميجا فولت امبير شورت سيركت، عارفين ان الميجا فولت امبير شورت سيركت لما كنا بنتكلم عن شورت سيركت كانت بتبقى في ال 11500، وفي ال 22 كانت بتبقى 750. ومعنى ايه بقى 750 او 500؟ معناها ان هي قدرة الشبكة على تغذية الشورت سيركت لما يحصل، يعني لما يحصل شورت سيركت الشبكة هتقدر تغذيني بشورت سيركت قد ايه، او بكرنت قد ايه، او بباور قد ايه، قبل ما السيركت بريكر بتاع الشبكه او بتاع الحكومه او بتاع محطه الكهرباء يفصل. لما كنا بنتكلم على الاكس والار كنا بنهمل الار في السورس لما كنا بنحسب حسابات شورت سيركت يدويا، هنا هنخليها 10 نسبه بينهم 10. تمام، هنقول اوكي. خلاص كده احنا حطينا الايه، حطينا الداتا بتاعت الايه، الداتا بتاعت الشبكه اللي عندي. تمام، الباص على طول هياخد الفولت بتاع الشبكه اللي هو 22 كيلو. ابدا ادخل على الفيوز، الفيوز اللي عندي هدخل على الريتنج بتاعه، الريتنج بتاعه 22 كيلو زي ما هو واخد من الشبكه. نيجي بقى للايه، للامبير بتاعه. الامبير بتاعه انا هحدد دلوقتي امبير مبدئيا، ممكن اكتب اي امبير، وبعدين هو بيبدا يديني الامبير اللي ماشي قد ايه، لما باجي اعمل حسابات اقدر اغيره بعد كده للامبير اللي انا عايزه. فمثلا انا هكتب مبدئيا الامبير كونتينيوس بتاع اللي هو بيمر فيه عادي اللي هو 50 امبير، والبريكنج، البريكنج بقى ده اللي هو ايه، البريكنج اللي هو هيفصله، يعني اللي مهم اللي هو الفيوز هيفصله قد ايه، هخليه مثلا برضو وليكن 50 كيلو، واقول له اوكي. طبعا انا ممكن ادخل هنا على اللايبرري واختار منها برضو مفيش مشكله، اقول هنا اوكي. الترانسفورمر هدخل على الترانسفورمر، هشوف الريتنج بتاعه، هدخل على الريتنج بتاعه 22 اللي هو البرايمري، والسكندري خليه مثلا 0.4 اللي هو الجهد بتاعه، والباور بتاعته لو دوست كده خليها بكيلو فولت امبير، لو دوست خليها بالميجا فولت امبير خليه مثلا وليكن ترانسفورمر 1 ميجا. تمام، هدخل على الامبيدنس، لو هدوس كده هو مخزن عنده قيم الاكس والار والزد بتاع الترانسفورمر اللي انا حطيته. تمام، هقول له بعد كده هدخل على الجراوند، الترانسفورمر اللي عندي دلتا لان واخد من دلتا، دلتا ستار، اقول له اوكي كده مفيش مشكلة عندي بقى الترانسفورمر خلاص. حطيت الداتا بتاعته، ادخل على السيركت بريكر اللي عندي، السيركت بريكر هدخل على الريتنج، الريتنج بتاعي بقى لازم نركز في السيركت بريكر في الريتنج، في عندي الريتد امبير وعندي الريتد كيلو فولت وعندي الميكنج وعندي البريكنج، ايه الكلام ده؟ الريتد امبير اللي هو الامبير ريتد اللي عندي، فانا عندي مثلا وليكن ترانسفورمر 1 ميجا معروف المفتاح الرئيسي بتاعه 1600، طب انا خليته بدل 1600 خليته مثلا وليكن 200، برضه مفيش مشكلة خالص، خليته مثلا 200 مفيش مشكلة.
انا بشوف بعدين بشوف الاحمال بتاعتي، وبعدين هو بيديني كل التيارات الموجوده عندي، ابدا اعدل على اساسها الايه، على اساسها الايه السيرك بريكر اللي عندي. فخلي ده مثلا 1600 زي ما هو او ايا كان، احط اي رقم مش مشكله. لكن الفولت عندي كام؟ الفولت عندي معروف 0.4. تمام. ايه بقى الميكنج والبريكنج؟ الميكنج انا لما بيحصل شور سيركت في مرحله ترانزيانت. مرحله ترانزيانت دي بيبقى الجهد الشور سيركت بيبقى فيها عالي جدا. تمام. والمرحله دي ممكن يتضاعف الشور سيركت، بس ده بيعدي منين؟ ده بيعدي من السيركت بريكر، لان ده بيحصل في اول ربع سايكل، فبيعدي من السيركت بريكر، فلازم السيركت بريكر يكون يتحمله. طيب بس طبعا بيعدي لزمن صغير جدا. طيب يبقى انا الميكنج ده بيبقى عاده بيبقى ضعف البريكنج. البريكنج اللي هو الشورت سيركت اللي هو ممكن ان السيركت بريكر يفصله. والبريكنج ده مقسوم لجزئين، في حاجه اسمها التيميت بريكنج وسيرفيس بريكنج. السيرفيس بريكنج اللي هو يفصله ما يبقاش فيه مشكله في الايه، في الكونتاكت بتاع السيركت بريكر. الالتيميت بريكنج اللي هو ممكن يفصله وممكن يحصل فيه لازم اعمل له تيست، لان ممكن يحصل فيه مشكله في السيركت بريكر، فلازم اعمل تيست للسيركت بريكر ان هو ينفع يشتغل تاني ويقدر يفصل الشورت لو حصل تاني. فعندي مثلا السيرفيس بريكنج مثلا وليكن هنا اخليه 30 كيلو، والالتيميت ممكن يبقى زي برضو 30 كيلو، والميكنج هيبقى هنا ايه في الحاله دي 60، لان انا قلت يبقى ضعف البريكنج. تمام. واقول له اوكي، وبرضو ممكن اختار من اللايبرري من هنا، وهلاقي شركات اي بي بي وبعض الشركات موجوده عندي ممكن اختار منها. بس خلينا هنحط القيم دلوقتي عشان يبقى حاسين بيها. اقول اوكي. ده خد طبعا الباص، ده خد الجهد بتاع الترانسفورمر. السيركت بريكر اللي هنا نفس الموضوع زي ما عملنا في السيركت بريكر الاولاني، وليكن الريت امبير مثلا بتاعه وليكن 63، والريتد فولت بتاعه 0.4، وهخلي البريكنج بتاعه مثلا وليكن 25، والسيرفيس بريكنج برضه 25، وهخلي الميكنج بتاعه مثلا وليكن 40. نقول اوكي. نيجي للكيبل اللي هنا. الكيبل اللي عندي وليكن هيمشي مسافة 50 متر، طبعا دي انا بحددها على حسب هو هيغذي انهي لوحة. وادخل هنا اقول لينك تو لايبرري، وهخليه مثلا وليكن 25 او 50 مثلا، 50 الكروس سيكشن اريا بتاعته 50 ملي. اقول له اوكي. طبعا 50 ملي على اساس ايه؟ انا الكلام ده حاسبه، ممكن طبعا برضو لو انا غلطت فيه وعملته اي كابل تاني مش مشكله، وبعدين ابدا اشوف الكرنت اللي عندي واشوف السيركت بريكر اللي عندي والكيبل اللي عندي هيتحمل الكرنت ده ولا لا. اوكي. نيجي ندخل على اللود بتاعي، وهخلي مثلا اللود اللي عندي ده مثلا وليكن 10 كيلو، 10 ده اللود اللي عندي 10 كيلو فولت امبير. تمام. هنلاحظ في اللود اللي عندي هنا في عندي ايه؟ اللود اللي عندي في عندي ستاتيك وعندي دايناميك. فالموتور كان عندي كام؟ 80%، والستاتيك عندي كام؟ 20. احنا هنخليها كام؟ 20 و80 هنعكسها، ان الموتور هيبقى 20% والستاتيك هيبقى كام؟ 80%. ده يفرق معايا في ايه؟ ده يفرق معايا في الشورت سيركت، لان الموتور في حاله الشورت سيركت بيتحول لجنريتور، فبيغذيه للايه؟ الشورت سيركت، فبيزود لي الشورت سيركت اللي عندي. تمام. وهنشوف الكلام ده عملي دلوقتي. هنقول اوكي. بقى عندي ده الايه؟ الشبكه بتاعتي خلاص عملتها. هاجي هنا ده هيعمل اللود فلو اللي هو يحسب الباور اكتف ورياكتف ويحسب لي الكرنت. واعمل كليك على البي في، اداني الايه؟ كده حسب لي ال الفولتج دروب هنا بنسبه 100%، هنا 99.96%، هنا 99.83%، اللي هو يعني دي كان نسبه الجهد هنا قد ايه، هنا قل وصل لكام، وهنا قل وصل لكام. بس هلاحظ حاجه، مديني هنا ايه؟ مدينا هنا الباور كاكتف ورياكتف. انا مش عايز الباور اكتف ورياكتف، انا عايز الكرنت اللي ماشي، مش عايز باور اكتف ورياكتف. فهاجي هنا كده في الايكون دي واعمل كليك عليها، واقول له اختار لي الامبير والباور فاكتور مثلا، اقول له اوكي. فيحدد لي هنا الايه؟ الامبير اللي ماشي عندي، هيحدد لي الايه؟ الامبير اللي عندي. فده الايه؟ ده قيمه الامبير اللي ماشيه. مثلا عندي هنا ماشي 14 امبير، هنا 14.4 امبير، وهكذا. لو انا غيرت طبعا ده مثلا خليته 15، هيبدا يتغير معايا الايه؟
واعمل كده اعمل كالكوليشن تاني، هيبدأ ايه يتغير ليه الامبير اللي معايا اتغير. تمام. طيب بعدها عندي ايه؟ ده عندي اللود فلو. اللود فلو اللي هو قيمه الكرنت اللي ماشي عندي، وممكن الباور فاكتور برضو اللي موجوده هنا اقدر احددها. تمام. طيب انا كده عايز اعرف الترانسفورمر اللي عندي ده مناسب ولا مش مناسب، او الترانسفورمر ده انا طبعا هقلله. ففي عندي هنا ادخل على ترانسفورمر مومنت سايزنج، هلاقي في ايه لو عملت اوبريتنج، الاوبريتنج بقى عندي هنا في ايه اللارج سايز والريكوايرد سايز والسمولر سايز. ده قيمه الترانسفورمر اللي انا محتاجها بالايه بالميجا فولت امبير، اكبر قيمه ممكن اشغلها واقل قيمه ممكن اشغل، واللي انا محتاجها فعليا واقل قيمه ممكن اشتغل بيها، وكده عملت ايه سايزنج للترانسفورمر. طيب ممكن اخد ده كده مثلا، نيجي بس هنا في الايه في الديزاين، واخد ده اخد منه كوبي احطه بيست هنا كده. تمام بالشكل ده. واجي اعمل برضو ايه، اجي اعمل كالكوليشن تانية برضو اتغير الايه الامبير اللي عندي ماشي هنا، بدأ ايه بدأ يتغير الامبير اللي عندي في الدايرة بتاعتي. فكده انا عملت ايه كده، انا حسبت اللود فلو او حسبت قيمة الامبير اللي ماشي عندي في الدايرة. طيب لو انا جيت على المفتاح مثلا ده، تمام، وخليت الريتد بتاعه مثلا وليكن بدل 63 خليته 10 امبير، وقلت له اوكي، وجيت عملت هنا كده ايه اللود فلو، ايه اللي هيحصل؟ اداني علامه حمراء على ايه؟ على السيركت بريكر، يعني السيركت بريكر بتاعك ده مش هينفع. طب لو انا خليت السيركت بريكر ده بدل 10 خليته كام؟ خليته مثلا 32، وعملت كليك هنا، بقى هنا ما ايه؟ مفيش مشكله. تمام؟ اقدر نفس الموضوع اعمل الموضوع برضو فين؟ في الكيبل اللي عندي. لو الكيبل اللي عندي كان اصغر من التيار اللي ماشي هنا، هيبدا يديني برضو عنده ايه، هيبدا يديني عنده ايرور، او هيقول لي يديني علامه حمراء ان هنا في مشكله. طيب دي كده اول حاجه عملناها فين، اول حاجه عملناها هنا. طيب عايز بعد كده اضيف ايه، عايز اضيف ميترز عندي هنا، فهعمل ايه، احط سي تي واحط بي تي بالشكل ده. تمام ده كده الايه السي تي طبعا بيتوصل توالي او بيتوصل بالطريقه دي، البي تي طبعا بيتوصل او البوتنشال ترانسفورمر بيتوصل بالطريقه دي كده. بقى عندي سي تي وبي تي، هاخد هنا مثلا ادي فولتاميتر هوصله بالبي تي، وهاخد اميتر هوصله بالسي تي بالطريقه دي كده، اي ده الايه ده الاميتر، وده الفولتاميتر اتوصل بالطريقه دي كده. وممكن احط كمان مالتي ميتر ممكن اشيل ده كده بالطريقه دي، احط هنا ده المالتي ميتر بالطريقه دي، اوصل ده هنا كده. ممكن احط لهم بس الاثنين. طيب مش مشكلة، ممكن نوصل واحد بس وبعدين نوصل التاني.
فانا حطيت هنا اميتر تمام، وصلته بالسي تي، وفي عندي هنا ايه ده فولتاميتر. ونيجي نعمل كالكوليشن، هاجي اعمل عملت كالكوليشن، اعمل كليك على الاميتر على ايه اري 0.786 امبير، ونفس الموضوع برضو الفولتاميتر على ايه اري 22 كيلو 22 كيلو 22 كيلو فولت تمام. ممكن طبعا ادخل هنا كده واغير اخليه الاميتر فولتاميتر والمالتيميتر ايه يديني القيم بتاعتهم واليونت بتاعتهم، هيبدا يديني القيم بتاعتهم. ممكن نشيل ده مثلا، ادخل بس طبعا في الديزاين عشان اقدر اشيله، هشيل ده واحط مالتيميتر. المالتيميتر اقدر اوصله هنا بالشكل ده المالتيميتر. هاجي برضو هعمل هنا الباور فلو بالطريقة دي، وادخل هنا كده وبرضو خليه يعلمني على الجزء ده، بس لازم طبعا هنا اعلم على الايه على القيم اللي هخليه يظهر خالي اللي هو المالتيميتر. انا اختار قيم ايه او اختار ميترز ايه في المالتيميتر، اقول اوكي، فيبدأ يظهر لي كل الايه كل الداتا بتاعتي اللي قاريها في الجزء ده، فبقدرت اعرف كل الداتا بتاعتي فين في الجزء ده. يبقى انا حطيت هنا عملت هنا ايه، وصلت اميتر، وصلت فولتاميتر، وصلت مالتي ميتر. الشاشة وقفت معلش، تاني هعمل شيرنج تاني، هشغله وافصله. تمام عملت الايه الدايره بتاعتي. طيب عايز احسب الشورت سيركت، احسب الشورت سيركت بتاعي ازاي؟ الشورت سيركت ده بيحصل عند باص معين او عند لوحه معينه هيحصل عندها شورت، فلازم اجي في الجزء بتاع الشورت سيركت اللي هو ده، واجي مثلا وليكن الشورت سيركت هيحصل في الجزء ده، اعلم عليه واقول له فولت، اعمل لي فولت هنا او اعمل لي شورت هنا، واجي هنا كده اعمل ايه الشورت اللي عندي، فهيبقى عندي هنا الشورت سيركت في الجزء ده كام؟ حوالي 10 كيلو امبير. يبقى انا هنا ممكن اغير السيركت بريكر ده واخلي الشورت سيركت بتاعه كام، اخلي البريكنج ده 10 واخلي ده مثلا 10 واخلي ده 20، واقول له اوكي لان ده بيبقى ضعفه، واعمل شورت سيركت تاني بقى مفيش مشكلة. طب نفترض بقى انا رحت مخلي الشورت سيركت ده خليته كام، خليته 5 مثلا، وده مثلا 5، قلت له اوكي وايه عملت كالكوليشن، ده مثلا 10 المفروض يديني ايرور. هبتدي هشوفها المرة الجاية ليه ما اداش ايرور هنا، المفروض هنا بيدي ايرور. المهم ان انا عندي هنا كده حسبت الايه، حسبت الشورت سيركت عندي في الجزء ده. طيب الشورت سيركت ده اللي هو ايه، اللي هو الريد شورت سيركت اللي هو هيفصله. طب انا عايز اعرف البيك شورت سيركت اللي هو يعدي في ربع، في اول ربع سايكل. هاجي هنا كده واعمل كليك على الجزء ده، واقول له انا عايز البيك فاليو، اقول له اوكي. البيك فاليو هنا بقت كام؟ بقت 13.2 من 10، اللي هي قيمة أقصى شور سيركت هيعدي في أول إيه؟ في أول ربع سايكل. طب تعالى نعمل كده فولت هنا ونعمل كالكوليشن. لو جينا هنا خدنا ده الإيه؟ ده الإنيشيال أو السيمتريكال فولت سيركت شور سيركت، بقى كام هنا؟ حوالي 30 بعد الترانسفورمر على طول، بقى 30.4 من 10. طب نيجي ناخد بقى ايه، نخلي نغيره وخليه البيك، ونقول له اوكي بقى كام، بقى حوالي 62.1 من 10 كيلو امبير، اللي هو البيك اللي هو قلنا بيعدي في اول ربع سايكل، اللي هو احنا في الـ لما جينا شفنا في اللود بالانس كادوال كان في البيك فاليو، كان في اللي هي السيمتريكال فاليو. السيمتريكال فاليو اللي هي كانت 30 هنا،
وده البيك اقدر اخلي برضو الايتاب ايه يحسبها لي. طيب انا كده حسبت الايه، حسبت الشورت سيركت وحسبت الفولج دروب وحسبت الايه الريتد كارنت اللي عندي. طيب في عندي نفترض السنجل لاين دياجرام بتاعي كان كبير جدا تمام، وعايز اقسمه لاجزاء، اعمله ازاي؟ في عندي الايكون دي كده هوصلها هنا كده، وهاجي او اخد دي كده في اي مكان تاني واوصل بيها ايه اي سنجل لاين دياجرام تاني، وليكن مثلا ده هقول له كوبي واخد هنا اقول له بيست كده وابدا ايه اوصله بدي كده، واجي هعمل هنا مثلا وليكن لود فلو، هلاقي اتعامل معاه كانه ايه كانه متوصل بالايه بالباص ده، فده كيبل رقم مثلا 5 ده متوصل على باص 2 اللي هو الباص 2 ده، وده الكيبل اللي عندي والسيركت بريكر اللي عندي مفيش مشكله خالص. طيب في عندي حاجه تانية اسمها الكومبوزيت نتورك، كومبوزيت نتورك هوصلها بده كده واعمل كليك عليها. الكومبوزيت نتورك لو جيت بصيت انا بوصل هنا على باص ايه باص 2، لو رحت جايب هنا كده نفس البرانش اللي انا اخدته ده ورحت موصله بالطريقه دي مثلا هنا كده، كاني موصله برده بايه بباص 2 بس في لوحه تانية، فاقدر برضو اعمله بنفس الطريقه وابدا ان انا احط هنا برضو سنجل لاين دياجرام تاني، فاقدر اعمل سنجل لاين دياجرام كبير جدا. طبعا هنا عملت كليك مرتين هيرجعني للايه، هيرجعني للسنجل لاين دياجرام الايه الرئيسي، فاقدر ان انا لو عندي سنجل لاين دياجرام كبير ممكن اختصره في الايه في اللي هي الاجزاء الصغيره دي، نرسم كل جزء لوحده وكل جزء هيشتغل برضو ايه مفيش مشكله خالص. لو هنا عملت ريد فلو بقى هنا برضو ايه 21.6 نفس دول تمام، هنا برضو نفس الموضوع مفيش اي مشكله خالص. طيب برضو لو انا عايز اوصل بنفس الاسلوب برضو لو جيت هنا كده هيبقى مفيش اي مشكله، ابدا اوصل برضو بالنقطه دي واوصل النقطه دي باي مكان تاني تمام. طيب عايز اعمل ريبورت، هاجي هنا كده في عندي الريبورت واقدر اخليه بي دي اف او اقدر اخليه وورد، ومثلا ده يكون عايزه كومبليت اقول اوكي. هيبدا يديني ريبورت بكل الداتا اللي عندي، ولو في الارم هيدهوني هيديني كل الايه كل الداتا اللي عندي هيدهن. تمام ده الايه ده الريبورت اللي انا طلعته. طيب هندخل على حاجه تانية، اجي هنا في الديزاين وفي عندي الجراوندنج، اختار الجراوندنج واعمل كليك هنا كده واعمل كليك عليها مرتين هيظهر له الويندو دي هقول له اوكي. الجراوندنج ده اللي هو ايه عايز احسب شبكه الايرث، مثلا عندي مبنى عايز اعمل له نظام ايرثنج سيستم، هاجي هنا كده اختار دي واعمل كليك هنا كده، دي اللي دي الشبكه بتاعتي هعمل عليها كليك مرتين. الشبكه دي عباره احنا عندنا بتبقى الجراوندنج عباره عن شبكه موجوده تحت الارض وايه رابط فيها ردات، فالشبكه بتاعتي دي عباره هنا اعملها لي 50 في 25، ممكن طبعا اكبرها او اصغرها مفيش مشكله براحتي. والشبكه دي عباره عن اتجاه الاكس فيها كابل وكابلين، يعني ده كده كابل اهو والكابل التاني اهو، واتجاه الواي نفس الموضوع فيها كابلين ادي كابل اهو وكابل تاني اهو. لو عملت هنا كليك لو قلت هنا اوكي وعملت هنا كليك بقى ده شكل الايه شكل الشبكه بتاعتي، اعمل كليك هنا تاني مرتين وبعدين ابدا اعمل كليك هنا مرتين عشان اعمل ايه اجيب الداتا بتاعتي ابدا اعدل فيها. ده شكل الايه شكل الشبكه بتاعتي. الشبكه بتاعتي قلنا ان هي عباره عن مربع 50 في 25، اتجاه الاكس فيه كابلين واتجاه الواي فيه كابلين، والدبس بتاع الكابل بتاعي مثلا وليكن متر، والسايز بتاع الكابل وليكن 95 او متر 20، ده الاشهر اللي انا بستخدمه اقول له طبعا ده الكوندكتور. نيجي للرد، عدد الردات اللي عندي هنا مكتوب وليكن 4، انا ممكن طبعا ازودهم لان انا حتى في الحسابات اليدويه انا ببدا اعمل او افترض قيم
للردود وابدا احسب. لو حصل لو القيمه عندي زادت عن قيمه المقاومه اللي انا عايزها، ببدا ان انا ازود عدد الردود واعيد حساباتي تاني. فهي حتى في الحسابات اليدويه بتبقى نفس الطريقه، انا برضو مفترض عدد الردود في الاول، ممكن ازودهم او اقللهم. الدايمتر بتاعي بقى 20 سم، برضو مفيش مشكله، ممكن اغيره او اسيبه زي ما هو. اللينس بتاع الرود بتاعي، هما الرود ده بيبقى عباره عن 3 ردات مربوطين ببعض، الرد الواحد فيهم بيبقى عباره عن 1.20 متر، فالتلاته فوق بعض بيبقى 3.60 متر، فهعدل دي اخليها 3.60 متر واقول له اوكي. يبقى احنا كده عملنا الايه؟ عملنا الشبكه بتاعتنا. نيجي للارض بقى، الداتا بتاعت الايه؟ السويل او الارض اللي عندي. فالارض اللي عندي ممكن تكون كلين ليمستون، يعني عباره عن حجاره متكسره كده، بس حجاره نظيفه كده متكسره، او ممكن تكون عباره عن حجاره اللي هي زي بتاعه الاسفلت، او ممكن تكون عباره عن طين على حسب. فمثلا وليكن هي عباره عن حجاره مثلا، وممكن تكون ويت اورجانيك سويل، ممكن يعني ارض طينيه، او دراي سويل مثلا. ونفس الموضوع برضو، مثلا ده دراي سويل او ويت اورجانيك سويل على حسب اللي عندي. او انا ممكن طبعا اكتب الايه، اكتب قيمه الايه، قيمه المقاومه اللي عندي، اقيسها بالجهاز بتاعي وابدا اكتبها، ومديني هنا عمق كل طبقه من الطبقات بتاعه الارض دي قد ايه. وممكن طبعا انا دايركت اكتب قيمه السوير ريزيستيفيتي اللي انا قستها من غير ما اقعد ايه احدد الكلام ده. فانا هشوف اقيس التربه بتاعتي او السوير ريزيستيفيتي بتاعتي وابدا اكتبها في الايه، في الاماكن دي، واقول له اوكي. اجي هنا بقى في الكالكوليشن، هنا هيحدد لي ايه؟ اول واحده دي هيحدد لي الكالكوليشن على اساس الايه؟ القيم اللي انا دخلتها. اقول له اوكي، فحدد لي هنا، قال لي ان المقاومه بتاعتك هتبقى عباره عن 16 اوم. طبعا 16 اوم دي كبيره جدا، وهتبقى عندك في مشكله في التاتش فولتج الستيب فولتج، تمام، والمسافه بين الكوندكتور وبعض كبيره جدا. فايه الحل؟ ابدا اقول له اعمل لي اوبتمايز ادخل هنا كده، اغير القيم دي اخليها مثلا بدل دول اخليهم 4، اقول اوكي. خلي مثلا الردود دول مثلا وليكن 15 رد، الردود بتاعتي متوزعة على الايه؟ على الشبكة بتاعتي. خلي مثلا التربة بتاعتي وليكن ويت. طبعا التربة لما اتغيرت، التربة كانت حجارة كلها، كان مداني مشكلة، اتغيرت طبعا ادتني قيمة المقاومة اقل. لو عملت هنا كالكوليشن، ده عمل لي اوبتمايز للشبكة او للجريد بتاعتي. يعني انا الاولاني ده بيحسب لي بيحسب لي الكالكوليشن ويدينا قيمة المقاومة على الداتا اللي انا دخلتها، والتاني ده بيعمل لي اوبتمايز، يعني بيحدد لي قيمة الحاجات اللي هي الاوبتيموم، او بيحسب لي قيمة الشبكة اللي انا محتاجها عشان تحقق لي المقاومة بتاعتي. فاداني طبعا هنا حسبها لي، قال لي انت هتحط في الاكس 3 كيبل وفي الواي 3 كيبل. اللي بعد كده هيعمل لي اوبتمايز لقيمه الشبكه اللي عندي وقيمه الرد اللي عندي. فهنا قال لي انت هتحتاج هنا 4 رد، وهتبقى قيمه الاكس دايركشن في الشبكه بتاعتي 3، يعني عندي 3 في الاكس وهيبقى عندي 6 في الواي، تمام. ممكن طبعا لو انا عايز اغير القيم دي واكتبها، ممكن اكتبها، او ممكن اقيس السوير ريزيستيفيتي وابدا احطها في القيم دي واخليه يعمل لي اوبتمايز للشبكه ويعمل لي اوبتمايز للايه، للردات بتاعتي، او انا احط قيمه الردات وقيمه شبكه بالطريقه اللي انا عايزها، ويبدا يحسب لي قيمه الايه، قيمه المقاومه بتاعتي.
ده برنامج الاتاب لو في حد عنده أسئلة ممكن نجاوب عليها. احنا بكده احنا انتهينا من جزء الباور في الكورس، وهنبدأ ان شاء الله المرة الجاية في جزء اللايت كارنت. هنبدأ ان شاء الله المرة الجاية هو الدش المركزي او الام اي تي في. تمام، ان شاء الله المحاضرة اتسجلت وهتترفع على الجروب ان شاء الله.